أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة. إذن الطريق إلى الأمام هو العنوان الأبرز لمبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال في السودان، أو ما يعرف بمبادرة حمدوك نسبة لصاحبها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. هذه المبادرة ولدت في لحظة سياسية هامة من مسار المرحلة الانتقالية في السودان، وعقدت اليوم أول اجتماع لها. وهذه المبادرة تحمل في ثناياها عناوين الإصلاح لقطاعات حيوية، وتطمح إلى تحقيق تسوية توحد الكتلة الانتقالية الحاملة للواء التغيير وإرساء مركب الديمقراطية في السودان. مبادرة حمدوك هذه منذ إعلانها حتى ولادتها اليوم تعرضت لسيل من الانتقادات والتحفظات، بل والاعتذارات عن العضوية، ما جعل مهامها محل خلاف، وهو خلاف لم يظهر بعد إن كانت هذه المبادرة قادرة على تجاوزه وتحقيق أمال صاحبها بتحقيق الديمقراطية. إن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو تجميع وتوحيد كل القوى صاحبة المصلحة للثورة والتغيير في كتلة واحدة تعمل وتسهم في إنجاز الانتقال والوصول إلى نهايات هذه المرحلة بإقامة انتخابات حرة نزيهة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب وضمان تداول السلطة تداول سلمي ومستدام، ولكن هذا في ذاته يظل جزء من هذه المهمة. أن الآلية ليست جسما دائما كما أكد رئيس الآلية، وإنما هي آلية مؤقتة لإنجاز مهام محددة في فترة شهرين بغرض الوصول لاتفاق حول القضايا التي طرحناها، وهي بالتالي ليست حاضنة سياسية جديدة أو حزبا وكتلة سياسية، ولا هي بديل، أود أن أكرر هنا، ولا هي بديل عن المجلس التشريعي أو الحرية والتغيير أو أي جسم آخر. للمزيد أرحب بضيفي من الخرطوم مالك طه، رئيس تحرير صحيفة الرأي العام السودانية. أستاذ مالك أهلا بك. الآلية عقدت اليوم أول اجتماعاتها، تعتقد أن كان هذا اليوم هذا الاجتماع مبشرا بأن المبادرة توضع اليوم على مسار صحيح وأنها ستنجح هذه الآلية رغم الاعتذارات من إنجاز المهام التي حددت لها؟ للأسف لا أتوقع أي نجاح للمبادرة، أقول هذا مع الأسف وإن كنت أتمنى ذلك، لأن المبادرة حتى المعنيين بها اعتذروا عنها، ولم يكتفوا بالاعتذار وإنما صوبوا انتقادات لها. البعض تحدث عن أنها ولدت ميتة. حاكم إقليم دارفور قال أن المبادرة صممت على هوى الأمين أو المستشار السياسي لرئيس الوزراء، رجل شرق السودان القوي محمد اللمين ترك، ومعه أيضا ناظر قبيلة البني عامر ناظر دقليل، كل هؤلاء اعتذروا عن المبادرة واعتبروا أنها لم تمس جوهر القضايا المطلبية التي تخص إقليمهم أو التي تخص إقليمهم. هناك أيضا احتجاجات على بعض الأسماء التي طرحت في المبادرة، ولذلك أعتقد أن الوضع بهذه الكيفية من ناحية الشكل يشير إلى أن المبادرة ربما تكون حوار داخلي يخص القوى السياسية التي تتسنم المواقع القيادية الآن في الجهاز التنفيذي في الحكومة، وقد ألمح إلى ذلك الدكتور عبد الله حمدوك. حتى تنجح المبادرات الوطنية التي تؤسس إلى انتقال حقيقي في السودان أو في غيره من البلاد، لا بد من أرضية واسعة تتشارك في وضع هذه المبادرة، لا بد من تحديد القضايا التي تتناولها هذه المبادرة، لا بد من كيفية أو صياغة كيفية الاتفاق حول هذه القضايا. هناك نقطة أيضا مهمة لا بد من الإشارة إليها، إلى أن هذه الحكومة هي حكومة انتقال، وبالتالي هي معنية بتسيير الأمور
وتقديم الخدمات الضرورية لحين قيام حكومة منتخبة هي التي تتولى صياغة دستور دائم، هي التي تتولى تحديد كيفية كيف يحكم السودان، هي تتولى تحديد الأطر المختلفة بما يتعلق بالجهاز التشريعي والتنفيذي والقضائي وغيرها من القضايا. لكن هناك محاولة اختطاف، دعني أقول، من الحكومة الانتقالية لكثير من القضايا، ومنها هذه القضية، قضية المصالحة الوطنية أو قضية الأزمة التي تحدث عنها الدكتور عبد الله حمدوك. وأنا أحمد أيضا إلى أنه يعني اعترف أخيرا أن هناك أزمة تحيط بالحكومة الانتقالية. هذه الأزمة تتبدى وتتمصر في كثير من المناحي، المناحي السياسية، المناحي الأمنية، المناحي الاقتصادية. الحاضنة السياسية التي تشكل هذه الحكومة أيضا متشظية ومنقسمة على نفسها ولديها مخاوف، ولذلك لو لاحظت في الخطاب أنه حاول طمأنة بعض القوى على أن هذه المبادرة ليست بديل للحرية والتغيير، لا تمثل بديل للمجلس الانتقالي، المجلس التشريعي الانتقالي وغيرها من الإشارات التي يحاول بها لملمة الأطراف. طيب أستاذ مالك، حتى تلتف حول هذه المبادرة. طيب دعنا يعني نأخذ كل نقطة هي تشكل أمرا يتحفظ عليه فيما يتعلق بالمبادرة والآلية اليوم. إذا ما يعني البعض يرى أن موضوع الاعتذارات أمر اعتيادي في العمل السياسي، ومن اعتذر لأسباب مختلفة أي يمكن أن يؤتى بغيره، ويمكن أن يكون هناك توسيع بالمشاركة بالرأي. هذا أولا فيما يتعلق بأنها حكومة انتقالية وأنها لم تمس المبادرة، لم تتطرق إلى القضايا الأساسية، لكن من يرى المبادرة وينظر إليها احتوت المبادرة على 7 محاور: إصلاح القطاع الأمني، العسكري، العدالة، الاقتصاد، السلام، تفكيك النظام البائد، محاربة الفساد، سياسة خارجية، وسيادة وطنية، ومجلس تشريعي انتقالي. إذا لم تخاطب الحكومة الانتقالية الآن وتعمل على تعزيز المسار الانتقالي، هذه القضايا الأساسية تتركها لحكومة تنتخب، ونقول دائما أنها حكومة تسيير أعمال، فبالتالي هذه القضايا الأساسية مؤجلة. الشعب السوداني يعني يريد نتائج أساسية، يريد أن يرى أهداف الثورة تتحقق. فيما يتعلق أولا بقضية الاعتذارات وأنها اعتذارات طبيعية، لا أعتقد أنه من واقع الشخصيات التي اعتذرت واضح أنه وصفت المبادرة بأوصاف يدل على أنه لديهم تحفظ، وأن الأمر ليس مجرد اعتذار عابر أو عادي. اعتذر عن هذه المبادرة حاكم إقليم دارفور السيد أركو مني مناوي، وأنت تعلم وتعرف ويعرف السادة المشاهدين ما هو إقليم دارفور وما هو الوزن العسكري والسياسي لحاكم الإقليم. هذا فيما يتعلق بغرب السودان. في شرق السودان اعتذرت القيادات النافذة في شرق السودان، واعتبرت أن المبادرة بالبنود التي ذكرتها وتفضلت بسردها لا تخاطب القضايا الأساسية لإقليم شرق السودان، وهو إقليم حساس ويمثل النافذة التي يطل منها السودان عبر العالم الخارجي. وهددوا أيضا بالتصعيد الثوري تجاه الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك. فيما يتعلق بالأجندة، غياب أطراف مؤثرة وعدم الشمول لهذه المبادرة، أنا أعتقد أنه من الخطأ أو الخطل حتى تحديد أجندة بدون الشمول المبادرة للناس أجمعين. يعني أنت تحدد الأجندة بنفسك وتناقشها بنفسك وتعلن النتائج بنفسك، فهذه المبادرة إذن لا تلزم الطرف الآخر الذي لم يكن جزءا منها، وبالتالي هي من هذه الناحية الشكلية المبادرة ناقصة، غير شاملة، غير مستوعبة للكيانات المهمة. ثم أن قضية أن السودانيين يريدون أن يروا واقعا ملموسا على الأرض، أعتقد أن هذه طبعا القضية الأساسية. الشعب السوداني الآن ضجر ومل وسئم من الحكومة الانتقالية، وقد تدنت شعبية الدكتور عبد الله حمدوك إلى أدنى مستويات لها. لك أن تعلم ويعلم السادة المشاهدين على أن هذه الحكومة حتى الآن لا تستطيع أن تحتفل بذكرى الثورة، الثورة التي أتى بها الشعب، لا تستطيع أن تخرج إلى الناس وتحتفل بميقاتها، سواء كانت في ديسمبر سواء كانت في أبريل. حتى على مستويات الاحتفالات العامة لا يستطيع المسؤولين الخروج إلى الشارع، لأن هناك خطأ كبير وخلل في تسير دولاب الدولة أدى إلى شبه انهيار للدولة السودانية.
طيب ألا ترى يعني هناك بعض العناصر الإيجابية لهذه المبادرة تحسب لها يعني بين أهدافها أيضا أستاذ مالك أنها تسعى إلى توحيد السودانيين؟ المقترحات أو المخرجات فيما يتعلق بها بالآلية ليست بنهاية المطاف، هي ملزمة للحكومة السودانية والوقت لا زال مبكرا ربما أستاذ مالك، لا أدري إن كنت توافق الرأي، لاستيعاب جميع الألوان والأطياف والمشارب حيث تكون هذه الآلية معبرة عن الجميع، وأن تكون هناك مساحات الخلاف يعني تكون محدودة. أنا أعتقد أنه يعني الحسن في المبادرة أن هناك اعتراف من جانب رئيس الوزراء بأن هناك أزمة في السودان، وقد عبر عنها بصياغات مختلفة، أحيانا يقول أن هناك ضوء في آخر النفق، بدلا من العبارات التي سادت في الأول على أنه سيعبر وسينتصر وهكذا. هذه هي الحسنة التي أراها وربما يتفق معه الكثيرون على أنها هناك اعتراف واضح بأن هناك أزمة في كل شيء، سياسية اقتصادية أمنية. هناك نقطة جديرة أيضا بالإيراد، وهي أن الحكومة الانتقالية الآن يعني أسرفت وأفرطت في تكوين الهياكل والأجسام دون مردود حقيقي على أرض الواقع. يعني الآن هناك لجنة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، هناك أي مجلس للشركاء، هناك مجلس تشريعي انتقالي. طبعا الحكومة اعترفت على لسان رئيس الوزراء على أنها تفتقد الإرادة التي يمكن بموجبها أن تنشئ مجلس تشريعي يراقب أداء الجهاز التنفيذي ويسن القوانين. الآن هذا الجسم غائب تماما، الحكومة الآن على خلاف كل الحكومات في العالم تمضي بعمودين اثنين، الجهاز التنفيذي والجهاز القضائي، لا وجود البتة للجهاز التشريعي، رغم أن الوثيقة الدستورية التي تحكم بموجبها الحكومة الانتقالية نصت على أنه فور قيام تعيين رئيس الوزراء لابد من قيام مجلس تشريعي أو برلمان انتقالي في غضون 3 أشهر 90 يوما. حتى هذه اللحظة مر عامان دون أن يتكون هذا الجسم. الآن الحكومة تمضي دون جهاز يراقب أدائها، دون جهاز يجيز التشريعات، إنما تكتفي بمجلس وزراء زائد مجلس سيادي وتحت مسمى البرلمان المؤقت أو المجلس التشريعي المؤقت. لذلك هناك أنا أعتقد شلل شبه تام، هناك عجز واضح في تسيير دولاب الدولة، ومن هنا كثرة الأجسام التي تنشأ دون نتيجة واضحة. طيب هل هناك أيضا في داخل المشهد السوداني من يطرح البديل، رؤية مغايرة عملية قابلة للتطبيق ضمن جداول زمنية إذا كانت مبادرة حمدوك ناقصة عاجزة؟ الانتقادات توجه إلى هذه الحكومة بأنها لم تستطع الإيفاء بالتزاماتها في العديد من القضايا منذ أن كلفت، فكيف بها الآن مع تعدد الهيئات ووجودها المبادرة الأخيرة وآليات التنفيذ والانتقادات والاعتذارات التي كانت سريعة؟ أن تحقق خلال شهرين أو يزيد معالجات للكثير من القضايا التي جاءت في المبادرة وهي 7 المحاور. رغم أنه له يعني من العبث أن تكون المبادرة مفتوحة في الأمد الزمني، لكن قضية تحديث سقف زمني الحكومة تعودت على أنها أعجز من أن توفي بقضية المواقيت الزمنية. أنا قلت قبل قليل أن البرلمان المؤقت أو البرلمان الانتقالي كان المفترض أن ينشأ بعد 90 يوم من أداء القسم بواسطة رئيس الوزراء، الآن عامان دون أن يتم التشكيل، وتم الإعلام بصورة واضحة عبر أجهزة الإعلام على أن هناك عدم قدرة أو عجز في الإرادة لقيام المجلس التشريعي. هناك أيضا آجال زمنية ضربت في كثير من القضايا الخدمية والقضايا الأخرى دون أن توفي الحكومة بهذا المطلب. قضية إمهال اللجنة أو تحديد سقف زمني بشهرين لإنجاز هذه المهمة أعتقد أنه ربما يمثل قيد أكثر من أنه يمثل يعني بارقة أمل في أنه اللجنة ستستطيع أن تنجز شيئا في خلال هذه المدة الزمنية. اللجنة ولدت ناقصة، اللجنة ولدت وهناك أطراف غائبة عن المعادلة، اللجنة ولدت وهناك تحفظات جوهرية وشكلية عليها، ولذلك مهما حاولت أن تنجز حتى خلال الشهرين أو أقل من ذلك فالمنجز لن ينال الرضا من الأطراف المتحفظة على هذه اللجنة.
طيب دعني أسمع إلى رأي مختلف. ربما الآن ينضم إلينا من باريس عبر الهاتف محمد الأصباط، العضو في تجمع المهنيين السودانيين. أهلا بك سيد محمد. من وجهة نظر أستاذ مالك من الخرطوم، هذه اللجنة ولدت ناقصة، هناك تحفظات جوهرية وشكلية، توالت الاعتذارات، الاستقالات كانت سريعة للغاية، سقف زمني حدد له قد يكون بمثابة القيد، حكومة تتهم بأنها فشلت في الإفاء بالتزاماتها في العديد من القضايا، فكيف لها أن تنجز الآن في إطار مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وكذلك في الآلية التي عقدت اليوم أولى اجتماعاتها؟ مساء الخير عليك. أهلا بك. طبعا الآلية التي اقترحها السيد رئيس الوزراء الطريق للأمام هي كانت يعني جاءت لمعالجة الاختلالات التي ترتبت على الأزمة البنيوية التي تعانيها المحاضنة السياسية. كما تعلم أن المحاضنة السياسية تضم أطياف متباينة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، قوى مدنية وحركات مسلحة وقوى نقابية وأحزاب سياسية، وبالإضافة إلى المكون العسكري، ونشأت بينها يعني تعقيدات تراكمت شلت أداء الجهاز التنفيذي، ونشأت في الأشهر الأخيرة، الثلاثة أشهر الأخيرة، خلافات حتى بين مكونات المكون العسكري، غاربت الصدام بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة. وبالتالي كان لابد لرئيس الوزراء بحكم مسؤوليته الأخلاقية ومسؤوليته التنفيذية أن يبحث عن آلية لوضع حد لهذه الاختلالات التي أعاقت أداء حكومته. الآلية الصحيح بعد ذلك، الآلية التي أوكلت إليها تنفيذ المبادرة كانت هناك بعض الملاحظات عليها، ولكن هي ملاحظات في الغالب ملاحظات شكلية يمكن معالجتها بمزيد من الحوار. وكما ذكر السيد رئيس الوزراء في أول الاجتماع، أول اجتماع للآلية اليوم، أن السيد رئيس الوزراء يعني يقدر عاليا حتى أولئك الذين اعتذروا عن المشاركة في الآلية، والآلية ليست شيئا مقدسا يمكن أن تخضع للمراجعة يعني بإضافة أسماء جديدة بديلة للأسماء التي اعتذرت عن المضي قدما بهذه المبادرة للوصول إلى مصدقها. طيب أستاذ، هنا يعني البعض يرى أن أغلب محاور المبادرة تتناول قضايا هي في الأصل من صميم اختصاص السلطة التنفيذية، أي الحكومة أو رئيس الوزراء على وجه خاص، الأمر الذي أدى إلى توجيه عدد من الانتقادات لعبد الله حمدوك رئيس الوزراء باعتبار أن الأمر، وهكذا هو الرأي الأستاذ مالك أيضا ضيفي من الخرطوم، لا يحتاج إلى أكثر من طرح مبادرة وهيئات ولجان والحديث عن أفكار وتقديم الاقتراحات. المطلوب كان من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وهو يعي الأزمة في السودان وما يواجه مسار الانتقال الديمقراطي أن يقوم بالتنفيذ. كان هناك خلل في موضوع القطاع الأمني، العسكري، العدالة، الاقتصاد، السلام، محاربة الفساد، فالمنتظر من رئيس الوزراء أن يباشر بالتنفيذ، لا أن يطلق مبادرة ويجمع المقترحات ويحدد سقفا زمنيا لها. هل تتفق مع هذا؟ أم ما هو الرد الذي يمكن على هذا الانتقاد الذي وجه رئيس الوزراء؟ تفضل. لا أنا أختلف معه تماما. أولا، ليس من مسؤولية رئيس الوزراء أن يشكل المجلس التشريعي، كيف يمكن لرئيس الجهاز التنفيذي أن يشكل المجلس الذي يحاسبه ويراقبه؟ هذه مسؤولية الحاضنة السياسية، هو الحرية والتغيير. ثانيا، ليس من مسؤولية رئيس الوزراء إعادة هيكلة القوات المسلحة، لأن رئيس الوزراء تحكمه الوثيقة الدستورية التي أوكلت هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في السودان، تركتها للمكون العسكري بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير، وبالتالي هذه ليست من مسؤوليات رئيس الوزراء. كما ذكرت لك أن هنالك يعني تباينات واضحة جدا بين مكونات قوى الحرية والتغيير أدت إلى خلق عدد كبير جدا من الإشكالات، أبرزها خروج مثلا مكون مثل الحزب الشيوعي السوداني من قوى الحرية والتغيير. حزب الأمة مجمد نشاطه في قوى الحرية والتغيير لحد كبير يعني يتعامل بالحد الأدنى مع المكونات الأخرى لقوى الحرية والتغيير. وبالتالي رئيس الوزراء ليس هو المسؤول الأول في البلاد، هنالك وثيقة دستورية
تحكم أداء رئيس الوزراء. الجهاز التشريعي بمسؤولية قوى الحرية والتغيير هي لديها 67% من عضوية المجلس التشريعي، منها 25% لحركات الكفاح المسلح التي وقعت على اتفاق جوبا، و 33% يسميها المكون العسكري بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير. هذا خارج سلطات وصلاحيات رئيس الوزراء. إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة المسؤولية الأمن عموما هي من مسؤولية المكون العسكري، وهذه خارج سلطة سيد رئيس الوزراء. التشاكس بين قوى الحرية والتغيير انسحب حتى على أداء بعض الوزراء، مما تسبب في شلل في أداء الحكومة. ولهذا السبب رئيس الوزراء بحكم مسؤوليته التاريخية والأخلاقية طرح هذه المبادرة لمعالجة حزمة من المشكلات. هي ليست مشكلة واحدة، هي مجموعة متراكمة من المشكلات. كما ذكرت لك لديها أسباب، بعضها من بنيوي يعني وفق قائم على مكونات قوى الحرية والتغيير، وبعضها نتج عن الأداء اليومي لممثلي الجهاز التشريعي. نعم، أنا أشكرك من باريس. كنت معي عبر الهاتف محمد الأصباط، عضو في تجمع المهنيين السودانيين. أشكر ضيفي كذلك من الخرطوم ملك طه، رئيس تحرير صحيفة الرأي العام السودانية. شكرا جزيلا لكما.